خوتي السلام عليكم. بعد ما اقول لكم في القلعه انت الثقه غادي في الخدمه، المفاجاه هذه هي خوتي. هنا انا في دوده، هنا ان شاء الله باذن الله راح نفتح لكم المحل بالتقسيم بالفاسيليتي ان شاء الله مع اثاث الثقه. جميع الجزائريين 48 ولايه نتمنى لكم ان شاء الله كاع تفرحوا معنا ان شاء الله. خوتي واش نقول لكم، اثاث الثقه راهي في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه، وهي فرقه الثقه معكم خوتي وراهي في الخدمه، رانا نخدموا ليل ونهار ان شاء الله باش حنايا ان شاء الله كاع تفرحوا معنا ومام حنا نفرحوا بكم ان شاء الله. ودوك نوري لكم ان شاء الله المحل تاعنا تشوفوه، وان شاء الله تزورونا في المحل في القلعه وتزيدوا هنا في دورنا ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله، تابعونا ان شاء الله. هذا هو المحل خوتي، وان شاء الله كما قلنا لكم بعد شهر ان شاء الله هنا ان شاء الله نخدموا بالتقسيط ان شاء الله، وان شاء الله جميع اللي يجي لنا يفرح ان شاء الله. وماذا بينا تزيدوا تراسلونا في الموقع تاعنا في الباجا ولا في اليوتيوب، تزيدوا دائما عندنا جديد ان شاء الله. وانا اقول لكم ونوعدكم ان شاء الله بعد شهر ان شاء الله راح نفتحوا هنا بالتقسيط ان شاء الله، وتشوفوا معنا ان شاء الله جميع الجزائريين ان شاء الله تفرحوا مع اثاث الثقه. والسلام عليكم.